السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا وصفة جديدة في مطبخ رمي، هنعمل مع بعض الكفتة المشوية، كفتة الحاتي، الكفتة اللي انت زي ما بتاكلها في المطعم. ماشي، تعالوا نشوفوا بالظبط كده هنعملوا مقاديرها ايه. معانا هنا نص كيلو لحمه مفرومه حمراء، وبعدين انا عندي دهنه. الدهنه دي يا حبايبي اللي ممكن في عيد الكبير او بتتباعد بيها عندك، بيطلع لك نسبه دهنه كتير. اشتريتي لحمه عطاكي الجزار حته دهنه ديت، بجيبهم بجمعهم في كيس واجي فرمهم كلهم مره واحده وافرمهم واحطهم في علبه للاكلات اللي بتحتاج نسبه فات. فالكفته المفروض يبقى 90% او 95% لحم احمر و5% فات. فانا اللحمه عندي كانت حمراء، فحطيت لها شويه دهن من اللي انا فرماهم وشايلهم في علبه في الفريزر وبستعملهم في كده. فديت حبه دهنه صغيرين اهوت عشان يخلوا الكفته جوسي وما تبقاش ناشفه وجافه. لازم الكفته يبقى فيها نسبه فات، ده حاجه متفقين عليها. تمام، معانا هنا بصلتين مفرومين ومفرومين ناعم خالص ومتصفي منهم الميه بتاعتهم، يعني ده معنى اصح تفل البصل. مسكت طحنتهم في الكبه كويس قوي قوي خالص وخدتهم في المصفى واتكيت عليهم، فطلعوا لي الميه بتاعه البصل اهي. دي ميه البصل اللي طلعت من البصلتين، هقول لكم هستعملهم في ايه برضه. لو ما لهمش استعمال عندك هتشيلهم في كيس في الفريزر وتستعملوهم في تتبيله اي حاجه هتشويها، بيستعملوا في التتبيلات جميله قوي وشفنا مع بعض قبل كده. هنا معايا ملح ومعايا فلفل. ايه ده، مش هنستعمله بهارات توابل اي حاجه، كفته الحاتي ملح وفلفل بس لا غير. في كفتات تانية هنعملوها ان شاء الله، اصناف كفتات تانية فيها توابل وفيها بهارات وفيها زي ما انت عايز. كفته الحاتي على اصولها ملح وفلفل فقط، ممكن اضافه عودين بقدونس ولا حاجه مفرومين، تمام. لكن احنا كفته الحاتي هي دي. تعالوا نسموا الله كده ونشوف هنعمله كفته الحاتي حلوه زي ما تفكش منك ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، هضيف البصلتين المبشورين بتوعي، تمام كده. هضيف الملح بتاعي، هضيف الفلفل بس كده يا حبيبي، وامسك بقى اعجنها. ايوه بمعنى كلمه اعجنها، انا عايزه بايدك طبعا، المعلقه مش هتعجن خالص يا حبيبي خالص. اعجن كويس، اعجنها خالص. ليه بعجن الكفته؟ ليه مش بقلب كله على بعضه؟ بعجنها علشان ما تفكش، لازم تعجني الكفته كويس بحيث كمان كله يدخل في بعضه، تمام. هتنقلب واجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، بصوا تعجنيها، تمام. ريحتها تحفه. تقولي بقى اقول لك لا مش محتاجه بهارات، ليه بنحط بهارات؟ انا بضيع طعم الكفته بتاعه الحاتي بالبهارات. فانا اعملوها صدقوني بالطريقه دي من غير اي اضافات كده، بصل ملح فلفل فقط لا غير، جميله جدا وهتطلع معاكي كفته حاتي تحفه وناجحه 100%، تمام يا حبايبي. بصوا هعجنها معاكم كده كويس قوي. بصوا يا حبايبي عجنتها حلوه اهي، شوفوا عجنتها كويس قوي كده عشان صبع الكفته ما يفكش منك. بصوا حلو قوي، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب معايا الطبق اللي هحط فيه طبق كفته، دي معلقه خشب عاديه خالص بس دراع مبروم، دي عشان الف على الكفته واعمل فيها الفراغ اللي بيبقى في النص. طب ليه ما انا اصبع وما اعملش فراغ؟ لا، الفراغ ده عشان تستوي الكفته من جوه، تمام. مهم الفراغ عشان الكفته بتاعتك ما تنشفش في السوى وتبقى مستويه من جوه، ما تفتحش من جوه تلاقي لحم احمر، تمام. طيب نسمي الله كده وناخده على قد بقى حجم الصبع اللي انت بتحبي تعمليه. بسم الله الرحمن الرحيم، وامسك كده واعمل شكل صبع الكفته بتاعي. بسم الله. طيب هحتاج ايه دلوقتي؟ هحتاج ميه البصل بتاعتي، احط قبل ايدي في صبع في ميه هي البصل والف في صبع الكفته بتاعي، تمام. بس كده احلى كفته ممكن تعمليها كفته الحاتي اللي بتجيبيها من المطاعم وبتبقوا معجبين بيه قوي، تحفه، ما بيحطوهاش توابل ولا اي حاجه زي ما انا عملتها لكم كده بالظبط. هنا اهوت صبع الكفته اهو سويته واسحبه بالراحه خلاص كده واحطه في طبقي، تمام كده. واعمل بقى كل الكميه اللي عندي بالطريقه دي، جميله جميله جميله. تاني اهو يا حبايبي مع بعض،
كفتة اهي، حجم الصبع اللي انت بتفضليه. طبعا انت بتفضلي حجم الصبع ايه، ده يرجع لك. قبل صبعي في حبة المية وقبل الكفتة كده، وسمك الصبع برضو ان هو رفيع او تخين، ده يرجع لك. خليه وسط يعني، الافضل تخلي كل حاجة عندك وسط. واعملي حسابك برضو ممكن الكفتة تكش شوية. تمام، هكمل بقى كل الكمية بتاعتي وارجع لكم نشوف هنشوي الكفتة بتاعتنا ازاي. ودي يا حبايبي الكفته بعد ما صبعتها، شوفوا طلعت نص كيلو كفته، طلع نص كيلو لحمه، طلع الكميه دي كلها. تعالوا دلوقتي هنروح نشوها، نشوف هنشوها ازاي. يلا بينا نشوف هنشوها ازاي مع بعض. حبيبي احنا كده جينا هنشوي الكفته بتاعتنا على البوتاجاز. انا عندي طاسه كفايه اهيت، وحاطه فيها معلقه زيت واحده في الطاسه، وهشوي هنا. ممكن انتي تجيبي صينيه وترصصيهم وتدخليهم الفرن، شوايه من فوق نار من تحت، في ثواني تكون مشويه. تمام، انا بعمل كده احيانا برضو. بسم الله كده نبتدي نسمي وننزل الصوابع كفته. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزاها تكون ميتها يا حبايبي خالص خالص، يعني عشان كده احط صبع واستنى سنه. ليه؟ عشان الصلصه ما تبردش مني. كل فتره انزل، كل حبه كده انزل صبع كده. تمام، عايزينها ايه، تنزل ميه. بعد كده ما ينفعش تحط الكميه مره واحده، لازم تنزل كل شويه. السبع كنت باخد حركه الطاسه، ادي حط السبع الثاني. مش عايزاها نار عاليه، بس ايه تاخد الكفته الصينيه دي فيها. عندنا ممكن تحطوها في الصينيه وفي الفرن، الصينيه اول من فوق، النار عايزه من تحت، والصينيه في الفرن. هتتكون في الطبق، هتحط تحت الطبق برضه الجميلة. احنا دلوقتي بس ايه، احنا نعملها على الطبق ومتاخدش وقت تطلع من فوق جميلة أوي. ماشي، بقى لو مية بتطلعها خالص اهي، كده وصلت. بسم الله كده انا ايه، هكمل بقى كل فترة هنمسك الصبع اللي فاهم وارفع واحط الصبع تاني لغاية ما تاخد كل الكمية، ونبتدي نقلبهم مع بعض. ما تاخدش ما تاخدش كده خالص، ان شاء الله مش هتغيبه، ونسميه مع بعض نشوف جميلة. بص يا حبيبي، حطيت كمية الكفتة تحت كلها، وابتديت أقلبها على كل الجنب بقى. ابتدي أديها لون الشوي الجميل بتاعها ده، ابتدي أقلبها لغاية ما كل ما ياخد اللون الشوي الجميل ده بسرعة، تقلبها بسرعة، مستوية من جوه هتبقى جميلة جدا، لأن ما بتغيرش خالص. وأرجع لكم إن شاء الله نقدمها مع بعض، ونشوف هنقدمها في الكفتة الحلوة إزاي. بص يا حبيبي كده خلصت الكفتة اهيت، وطالعة مستوية مش مبهدلة مش مفكوكة. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل حركة الفحم. الفحم دي حركة اختيارية، انا ما بعملهاش على طول، بس عملتها لكم النهارده عشان اوريكم. انا عاملة كده، جايبة ورقة فويل كده، عاملاها زي الطبق كده، حطها في وسط الكفتة. تمام يا حبيبي اهيت، والكفتة في من حواليها، ومعايا هنا فحماية سخنتها على النار. استنى اوريكم، شوفوا فحمية مولعة خالص. حطها هنا في الطبق الفويل اللي انا الالومنيوم ده، عاملاه كده، واحط عليه دي دهون الكفتة. هحط نقطة من دهون الكفتة كده، ممكن نقطة زيت، حتة دهنة، لحد بيحطوا بقى بيرموا حتة ليا كده. بصوا شايفين الدخان، وهقفل بسرعة الورق الفويل ده عشان ايه الريحة اللي جوه. خلاص كده تبقى الكفتة تاخد من طعم الفحمية. طبعا الحركة دي في اللي بيقولوا مضرة، في اللي بيقول مش حلوة. طيب انا ما بعملهاش على طول، اولا ما بناكلش كل يوم كفتة او كل يوم حاجة بالفحم يعني. وانا النهاردة وريتها لكل اللي يحب يعملها كده، وانتي هتطلع كفتة حياتي معاكي ناجحة 100% ونفس الطعم اللي بتجيبيه من بره بالظبط. احنا كده هنسيبوها من 5 لـ10 دقايق، ونرجع نقدمه مع بعض كفتة الحاتي، ونشوف هنقدمها ازاي. ودي يا حبايبي كفتة الحاتي بعد ما شويناها وحطينا لها فحماية، طالعه تحفة تحفة بجد، وريحتها جميلة جدا وجوسي خالص. اتمنى يا رب تجربوها. تعالوا بس كده تشوفوا الاول كده صبع مع بعض كده، شوفوا يا حبيبي مستوية من جوه وجوسي ازاي. شوفوا مش ناشفة، مش نية، مستوية جدا حلوة قوي، ريحتها تحفة تحفة بجد. اتمنى يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.